صباح الخير. بهالعصر صار الحديث كتير كبير عن الذكاء الاصطناعي، ودخلنا بعالم الروبوتس بالإضافة لعلم البيانات اللي عم نعيشه. كل هالتكنولوجي اللي عم نعتمد عليها بحياتنا، مش بس بمجال العمل، أيضا بحياتنا اليومية. كتير من المصطلحات اللي مرات كتير بتختلط علينا، وأوقات كتير من الطلبة كمان ما بيعرفوا بالضبط كيف ممكن إنهم يواكبوا هذا العصر ويقدروا إنهم يدرسوا علم فعليا رح يحطهم على طريق النجاح و رح يدر لهم دخل كتير عالي. اليوم رح نعرف من خلال المهندس أحمد زهير الرجوب، وهو محاضر ومختص في الذكاء الاصطناعي، في علم الروبوتس، وأيضا في علم البيانات، عن كتير من التفاصيل، الفرق بين كل تخصص وتخصص، أو بين كل مصطلح ومصطلح، بالإضافة أنه أكيد رح ينصحنا بنصائح كتير مفيدة. صباح الخير. صباح الخير مهندس، يعطيك العافية. حياكم الله. مصطلحات يمكن لو بنحكيها للجيل اللي ما عاصر هاي الأيام بيستغربها، شو يعني الذكاء الاصطناعي؟ دائما احنا معتمدين على الذكاء البشري، ذكائنا احنا كبشر بأخذ القرارات، بالتصرفات، بكل هاي الأمور. هلا عم نشوف في شيء اسمه الذكاء الاصطناعي. شو الذكاء الاصطناعي؟ صباح الخير أخت ألكسندرا، إليك ولجميع المشاهدين من خلال شاشتكم الكريمة. حقيقة بداية بتشكركم على الاستضافة الرائعة للحديث عن موضوع قد يكون من أهم مواضيع اللي تخص علوم الحاسب الآلي. هلأ موضوع الذكاء الصناعي يمكن تعريفه بأنه قدرة الآلة على محاكاة العقل البشري، بمعنى هي قدرة الآلة على التفكير، قدرة الآلة على الاستنتاج، قدرة الآلة على التنبؤ بأحداث مستقبلية بالاستناد إلى الخبرات السابقة. هلأ لحل أي مشكلة ممكن نفكر فيها قد نلجأ بداية إلى التفكير ببناء خوارزمية تتضمن مجموعة من الخطوات، بيكون some inputs، بعض المدخلات بيدخل لها، عمليات process، وصولا إلى الoutput اللي هو يمثل الريزلت. ولكن هذه المدخلات هم البشر اللي بيدخلوها، والداتا هاي أو البيانات اللي بيدخلوها لهذه الآلة احنا بندخلها، صح؟ الى حد ما ممكن انه يكون انه احنا الان نحكي فور نوت فيكست انبوت، بمعنى انه احنا ما عندنا مدخلات ثابته. الآلة بتتفكر الان قد يجيها اي انبوت هي لازم نتعامل معه وتعطينا ريزلت بدقه عاليه. تمام. هلا لو مثلا فكرنا في مثال انه احنا في عندنا روبوت بده يتحرك من الغرفه A الى الغرفه B، فهو حيتحرك مثلا بمقدار 10 متر وصولا الى الباب، حيفتح الباب، حيخرج من الباب وصولا الى المكان الاخر، يفتح الباب الموجود هناك ويصل الى الديستنيشن بوينت حتى يوصل الشيء المطلوب منه. هلا اذا نقلنا هذا الروبوت لانفايرمنت اخر او لبيئه اخرى، مش حيكون قادر، لانه ممكن الباب يكون اقرب بمتر او ابعد في متر، فمش حيكون قادر. علم الذكاء الصناعي اجى حتى يفهم الآلة انه انا بعطيك رولز، اذا لقيت باب مغلق افتحه، اذا وصلت انت لطريق مسدود غير مسارك، اذا وصلت للديستنيشن بوينت فاعطي الاوبجكت. فهو قادر انه يطبق هذه الرولز في 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 اي انفايرمنت، فهو حيتعامل مع اي سيتويشن بذكاء. امبارح كنت عم بقرأ عن الذكاء الصناعي، وبقولوا من أكثر الأمور اللي تثبت الذكاء الصناعي اللي هي البريد الإلكتروني أو الإيميل. تمام. يعني الإيميل قديش ساعد كثير من الأشخاص بعالم البزنس وبالحياة بشكل عام. هلا ممكن نوضح فكرة الإيميل بطريقة أو بأخرى. هلا الإشي اللي بصير في الإيميل إنه الإيميل صار قادر يفكر إنه والله أنا عندي هذا الإيميل سبام، هو مش ضروري يكون في الإنبوكس. يوديه على الجنك. Exactly. هلا تخيل إنه إحنا في مؤسسة في عنا 10 موظفين، كل يوم بوصلنا 1000 إيميل، وإحنا بدنا نوصل الإيميل المناسب للشخص المناسب. صح. ففي الوضع الطبيعي كل حدا هو مضطر يقرأ كل الإيميلات. والله هذا لألكسندرا فراح أفروده لإلك، لا هذا مش لألكسندرا، لا حدا ثاني فراح أفروده. ففي في في وجود الذكاء الصناعي الآن هي قادرة إنها تقوم بحد ذاتها بفرودة الإيميل المناسب للشخص المناسب. صار في تفكير إنه هلا هذا التوبك بخص أو مش انه بس التوبك، هلا الكونتنت في الايميل هو قادر انه يحلله داخل الايميل. Exactly. نعم. وعلى فكره هذا احد فروع علم الذكاء الصناعي، ما يسمى بالناتشرال لانجويج بروسيسنج. قديش احنا صارت عندنا الاله قادره انها تحلل هاي النصوص او ايفن الفويس البشري او اللغه البشريه، اللغه الطبيعيه، وانها قادر على تحليلها واستنتاج شيء منها. طب مهندس، بنسمع الذكاء الصناعي، البرمجه،
يعني شو الفرق بين كل هاي المصطلحات؟ يعني هل البرمجة تؤدي إلى الذكاء الاصطناعي؟ يعني الصناعي، يعني كيف الشخص إيش بيدرس حتى يقدر إنه يوصل ليشتغل بموضوع الذكاء الصناعي وعلم البيانات اللي رح نحكي فيه كمان شوي؟ هلا علم البرمجة هو ضرورة لابد منها في 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 علم الذكاء الصناعي، إلا إنه هلا ما بقدر أنا أسمي حدا مبرمج هو والله في مجال الذكاء الصناعي. الفكرة تكمن إنه هي واحدة من التولز اللي لابد من انه اي حدا مختص في مجال الذكاء الصناعي انه يستخدمها. هلا في الوضع اذا احنا نفكر في طريقه اخرى، موضوع البرمجه هي فيكست الكسندرا، هي الان انه انا بالضبط، هلا انه انا بدي ادي سم ميشن، بدي ادي مهمه معينه، فالانبوت ثابت، البروسيس ثابت، الاوتبوت ثابت. انا ما عندي سمثينج اكسبكتد، انا مش حتوقع سمثينج. اوكي، هلا في علم الذكاء الصناعي لا، انا في عندي بعض الحالات اللي انا مش ما بعرف ايش الانبوت اللي حيجيني، ما بعرف ايش المدخلات الجديده، بس انا المفروض انه احلل هاي المدخلات حتى اوصل لنتيجه وبدقه عاليه. على فكره الان اذا بنحن نحكي احنا عن الديب ليرنينج، وصلت الدقه فيه اعلى من البشر، وفي كثير امثله صار انه احنا المشين فعلا صارت قادره انها تحل المشاكل بطريقه اكثر من البشر واكثر دقه. ما بخوف هذا الشيء مهندس؟ في كثير هلا دراسات يعني هذا خارج نطاق الحوار، ولكن انت وعم تتحدث معي عم بحس انه الاله، هل ممكن الاله بعد هيك نصير نشوفها هي اللي تقدم لنا الخدمات بالكازيات بالمطاعم؟ مرات كثير ممكن يكونوا محاضرين فينا مجموعه من الالات. هلا اذا بنحكي صراحه عن المخاوف، المخاوف اكبر من هيك بكثير. الفكره لا بدناش ندخل بالمخاوف الكبيره. المخاوف في كثير الان من الريسيرش قائمه انه وين احنا ممكن يؤدي فينا الذكاء الصناعي. انا واحد من الناس مؤمن بجزء لو الشيء اللي احنا بنعيشه اليوم قبل 100 سنه لو كنا نحكي انه والله حيكون الوضع بعد 100 سنه بصوره هاي، كان شيء خيال. صح. بس انا على يقين او هيك قناعتي، وكثير من 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 العلماء بياكدوا هاي الفكره، انه الفجوه اللي حتكون بالمرحله الجايه هي اكبر بكثير من الفجوه بين المرحله السابقه. انا بعتقد انه يعني الشيء اللي حيشوفوه ابنائنا هو كوكب اخر. صحيح. لانه احيانا يمكن زي ما بنقول هيك لو دردش على الموضوع عم نفتقد العلاقات البشريه. زمان يمكن لما كنا نطلع بتاكسي مثلا كنا نقول له يمين شمال، هلا مع جوجل ماب بطلت حتى تتحدث الى الانسان بشكل عام، لانه الابلكيشن عم بوصلك للمكان اللي انت موجود فيه بدون ما يدور في اي حوار. وممكن انه هذا خلينا نقول نسحبه على كثير من التفاصيل اللي ممكن انه نشوفها واستبدال البشر بآلات. لما بنحكي عن علم البيانات، ويمكن تطرقنا لهذا الموضوع وعم تحكي لانه بالمستقبل ويمكن بعد 10 سنين راح يكون في تفاصيل احنا لو هلا بنفكر فيها بنقول ممكن لا هذا نوع من أنواع الخيال، ولكن علم البيانات هو علم المستقبلي، ومن 2019 زي ما قرأت يمكن أنه أعلى دخل رح يكون للأشخاص اللي عندهم هذا التخصص. شو هو علم البيانات؟ علم البيانات باختصار هو التعامل مع البيانات بهدف التنقيب والبحث فيها لإيصالها إلى معلومات. وهون عندنا فكرة كتير مهمة، إحنا نفرق ما بين إيش البيانات وإيش المعلومات. هلأ المعلومات هي حصيلة البحث والتنقيب في البيانات بغرض الوصول إلى المعلومات التي تكون ذات قيمة. بمعنى خلينا نفترض إنه إحنا في عندنا some market أوكي أو مول أو whatever، فهو قاعد بيجمع في هاي البيانات المتعلقة في الناس اللي بيجوا بتسوقوا من عنده، مثل اسم المستخدم، ايش اشترى، ايش عمره، الى اخره، دخله. فهلا هاي المعلومات بحد ذاتها مش، او هذه البيانات مش ذات فائده الا اذا قمنا بعمليات تحليل عليها حتى نوصل في النهايه لنتيجه او كمعلومه انه والله الناس اللي في المرحله العمريه ما بين 30 وال 35 هم مهتمين انهم يشتروا السلعه الفلانيه. هلا تخيلي ايش الانعكاس على الماركتينج. هلا قديش بيجينا مسجات مثلا انه والله اليوم في العرض على السلعه الفلانيه، طب انا مش مهتم. اوكي، هلا لما نصل لمرحله انه التارجت الهدف تصل واضح، تصل الفكره انه انا عملت كاتيجوري بشكل صحيح، انه والله الاشخاص اللي في المرحله العمريه هاي هم مهتمين في السلعه هاي، واركز في اعلاني على هاي المرحله العمريه في السلعه اللي هم مهتمين فيها، كم راح يكون انعكاس هذا الشيء علي انا كصاحب البزنس؟ وهذا الشيء صراحه بياكده انه قديش صار عندنا حجم الاستثمارات في مجال الذكاء الصناعي وفي مجال الداتا ساينتست. اذا احنا بنشوف بس الشرق الاوسط، احنا بنشوف انه كل سنه حجم الابلكيشنز قاعد عندنا بتضاعف او بشكل اكثر من انه يتضاعف.
تمام. الابلكيشنز اللي تعتمد على الذكاء الصناعي متوقع انها تصل، بعض الدراسات بتحكي في عام 2024 ممكن ل 11 بليون دولار. سو تو ماتش. صح. طب شو بتنصح الشباب المقبلين يمكن على دراسة تخصص معين؟ هل فعليا مستقبل علم البيانات هو الأفضل؟ بعض الدراسات بتحكي انه وظيفة عالم البيانات كانت هي الوظيفة الأكثر طلبا والأعلى دخلا لعام 2019. معدل الدخل السنوي لعالم البيانات في عام 2019 بعض الدراسات بتشير انه وصل 13,000 دولار. هلا بالتاكيد الان شبابنا لازم يواكبوا، وعلى فكره احنا بنشوف كيف انه فعلا رؤيه الجامعات بلشت انه تتجه لهذا المحور. جامعه البلقاء التطبيقيه على سبيل المثال فتحت الان تخصص، فتحت كليه بحد ذاتها معتنيه في الذكاء الصناعي وفي الديتا ساينتست. احنا بدنا نشكرك مهندس احمد زهير جوب، محاضر ومختص في الذكاء الصناعي، في روبوتس وفي علم البيانات. اهلا وسهلا فيك. كل الاحترام.